كشف الدولي الجزائري السابق مجيد بوغرا عن حقيقة اتصالاته بالاتحاد الجزائري لكرة القدم من أجل تعزيز الطاقم الفني للخضر قبل نهائيات أمم إفريقيا الأخيرة. وفي حوار نقله موقع ديزاد فود، قال المجيك الذي يرفع الآن على أو يشرف الآن على تدريب نادي الفجيرة الإماراتي أن علاقته بالمدرب الماضي جد وطيدة، خاصة وأنهما عملا معا في نفس النادي، ما جعل البعض يظن أنه سيلتحق به بالماضي على رأس المنتخب لكن دون أي شيء ملموس حتى مع الفاف. بوغرا قال إن هدفه كان واضحا بعد اعتزاله، وهو أن يخوض تجربة في عالم التدريب.